بيان نزل في كثير من الصحف، بيقول في، أنا قريته في مجلة فيتو أو البوابة نيوز، بيقول إيه؟ أعلن الأنبا يوسف أسقف جنوب الولايات المتحدة الأمريكية انفصال الأسقفية عن الكنيسة القبطية المصرية رسميا، وتأسيس الكنيسة الأمريكية الأرثوذكسية، ووضع لها اسما جديدا اختصاره EOCA اللي هو يعني بالإنجليزي American Orthodox Church of Alexandria، وتتكون من 8 كنائس و5 أبراشيات، مبررا بعدم مواكبة الكنيسة القبطية المصرية للعصر. النهارده لما نزل عمل بلبلة كبيرة جدا، وتلقفته كثير من وسائل الإعلان والسوشيال ميديا وفيسبوك، عامل ضجة كبيرة ورسائل رايحة وجاية وتساؤلات رايحة وجاية. طبعا على طول الأسقفية بتاعت جنوب الولايات المتحدة والأنبا يوسف راح طلع بيان وحطه على الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بينفي فيه انه ده انفصال او شيء زي كده، وبيشرح انه هو بلا شك انسان قبطي بالكامل وانه يتبع للكنيسة القبطية، ومفيش اي فكرة هذا الانفصال مش سليم. لكن طبعا ما زالت الامور بتمشي، والحقيقة انا كان ليا فرصة ان انا اتحدث مع نيافة الانبا يوسف، وحديكوا فكرة عن مجال هذا الحديث. لكن ايضا في مقالة نزلها قدس ابونا القمص افرايم ميخائيل اللي هو كاهن كنيسة القديسة رفقة في اورلاندو فلوريدا، بيقول فيها على الفيسبوك، وتلقفها برضو بعض الناس وحطوها على جريدة فيتو. واحنا معانا قدس ابونا افرايم ميخائيل. قدس ابونا نرحب بقدسك. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور محفوظ. اهلا بيك. اهلا بقدسك ابونا. الحقيقه الامر ده طبعا ازعج كثيرين، وسبب انه كثير من الاقوال على الفيسبوك، وقدسك شفت بنفسك. ادينا حقائق الامور، هل فعلا في فكر انه تبقى كنيسه مختلفه عن الكنيسه الام؟ بسم الاب والابن والروح القدس. احب الاول اشكرك طبعا يا دكتور محفوظ على محبتك وعلى اتصالكم، والحقيقه احب بس اوضح نقط معينه. الموضوع ده لما أثير على الفيسبوك أنا سمعته وقريته، وللأسف طبعا أنا معهم كلهم، مع كل الناس اللي صارت وغضبت. لو الكنيسة القبطية بالنسبة لنا تشكل حياتنا ولقنا انتمائنا، وإن كنا احنا موجودين في المهجر هنا، لكن حياتنا كلنا وانتماءاتنا كلنا موجودة في مصر. ندين جدا وننتمي جدا، وعندنا ولاء شديد جدا لقداسة البابا بطرس والمجمع المقدس ولكنيستنا واديرتنا وابائنا وطقوسنا وعقائدنا وتراثنا، دي كلها بدمنا. فلن نقبل ابدا، يعني احنا حتى ككهنه لن نقبل انسان كائن من كان يجي يقول هيفصل الكنيسه. ده بادئ ببدئ. الحاجه الثانيه ان الانبا يوسف بصفه شخصيه، الانبا يوسف بصفه شخصيه لا يمكن اصدر منه هذا الاطلاق لسبب بسيط. الانبا يوسف خادم الامبراطوريس ونعرفه من حوالي 40 سنه او اكثر من 40 سنه. إنسان مرجعية حقيقية في الطقس والألحان والتسبيحة، والكنيسة القبطية بتجري في شرايينه وبتجري في قلبه وفي كل نفس متربط فيه. وهنا في الجنوب الأنبا يوسف بيبني أديرة لكل مكان، وفي كل التجمع فيه حوالي 20 أو 30 عيلة بيعمل لهم كنيسة ويرسل لهم كهنة يختارهم بدقة شديدة جدا. لما كتبت الكلام ده على الفيسبوك أنا فوجئت ناس كتيرة جدا قالت ما نعرفش الحقيقة، ما هو محدش قال لنا الحقيقه فين. وطبعا انا متضامن معاهم وعندهم حق، الناس ما تعرفش. ولما وضحت الحقيقه وكتبتها فوجئت ان كل الناس قالوا احنا كده استريحنا، احنا ما كناش نعرف. النقطه الثالثه والاهم، في واحد طبعا من ضمن الناس او كثيرين هاجموا بشده وقالوا ان طبعا انت كاهن في الكنيسه الابروشيه بتاعت الجنوب طبيعي انك تدافع عن الانبا يوسف. قلت له اشكرك بس اسمع الاول واعرف ايه اللي عمل الانبا يوسف وافهم، لا تجري وراء الاشاعات. يعني هاجم وانقد بشده واغضب لما تسمع الحقيقه من فم الانبا يوسف، لكن انت سمعت اشاعات وهاجمت الاشاعات لكن لم تهاجم الحقيقه. ده كان لكن الرد
لو في اي حاجه خاصه برد انا اقول لحضرتك بالضبط انا رديت قلت ايه. طيب يعني هي النقطه اللي لابد نفهم بالضبط ايه الفكره اللي كانت في ذهن سيدنا الانبا يوسف، وهل دي موازيه للكنيسه ولا الاثنين امتداد لبعضهم؟ اقول لحضرتك حاجه، خليني بس دعني بس الاول اقول مقدمه في خلال دي الزمن. اتفضل. دي الزمن كلمه ابيسكوبس معناها ايه؟ دي معناها الفعل مضاعف او مشدد، وسكوبس زي التلسكوب زي الفالموسكوب زي التلسكوب، يعني الحاجات اللي هي تشوفها بدقه. فالاسقف هو الانسان الذي يرى بدقه الامور ويرعى الشعب بدقه شديده زي ما هو موجود في الكتاب المقدس. سيدنا لقى كتير من الامريكان حبوا الكنيسه القبطيه، حبوا طقوسها، حبوا عقيدتها، حبوا تراثها القوي، فقالوا عاوزين نيجي ونبقى نضم للكنيسه القبطيه. فسيدنا ضمهم. ما تستغربش، مش قادر اقول لحضرتك تعالى شوف اي كنيسه موجوده في الجنوب او في اي مكان، سواء عندكم في كاليفورنيا او في اي مكان، هتجد كم الامريكان اللي بينتمي للكنيسه وبيجي الكنيسه ناس مباركين جدا وعاوزين يعرفوا المسيح عن حق، لكن هم مش قادرين يستوعبوا احيانا اللغه الانجليزيه. فسيدنا فكر انه يعمل لهم كنايس كل الطقس الكنسي، كل التراث الكنسي، كل العقيده القبطيه، كل الاباء الاقباط، كل ما هو خاص بالكنيسه القبطيه يبقى متداول عند هذا الناس بالانجليزي عشان يدي انتشار وامتداد للكنيسه. لم يريد ان ينفصل بالكنيسه زي ما الناس قالت وسمعت وهاجت وماجت وقالت ده سيدنا هينفصل بالكنيسه القبطيه. سيدنا عاوز ينشر الكنيسه كابسكوب يعرف احتياجات الشعب، ونفسه ان كل امريكا، مش بكل امريكا، كل الناس. انا مش بدافع عن سيدنا، انا بدافع عن الكهنه كمان. لو ان الكاهن اللي يقبل انه يفصل نفسه ويفصل كنيسته عن كنيسه الام، ده فصل نفسه عن الروح. ولو فصل نفسه عن الروح ملوش هويه، ملوش هويه حتى في المجتمع الامريكي. فسيدنا كان عاوز يخلي المجتمع الامريكي يدوق حلاوه الكنيسه، وده كان مبداه، ان كل نفس كل واحد في امريكا يعرف قوه الكنيسه القبطيه وجمال الكنيسه القبطيه بطقوسها بغبائها بقدسيها بتراثها بتقليدها بكل شيء. لكن للاسف الشديد طلعت اشاعه ما عرفت مين مصدرها ان سيدنا عاوز يفصل الكنيسه. طب انتوا سمعتوا من فم سيدنا هذا الكلام لم يحدث؟ طب يا جماعه يعني افهموا الحقيقه وبعدين ابتدوا هدمه. لكن للاسف انا مش عارف، ما اقدرش اجيب حد، لكن انا ارجو ان احنا زي ما قلت في موقف زي كده نركع في محضر المسيح ونطلب نقول له يا رب ارفع الهجوم عن الكنيسه. وزي ما قلت حضرتك في البدايه ان الهجوم داخل الكنيسه اشد واخطر على الكنيسه من اي هجوم خارجها. هجوم خارجها المسيح يحميه، لكن زي ما قال معلمنا بولس الرسول ينبغي ان يكون بينكم مبتدعون لكي يكون المزكون ظاهرين. ففي ناس كثيره جدا غاويه انها تتأجج المواقف، والكنيسه محتاجه تصلي من اجل الهجوم اللي جاي لها من بره من كل حته، وعشان نحمي اولادنا اللي موجودين في الكنيسه. طيب اتسابونا، انا الحقيقه اشكرك شكرا جزيلا ان انت بتوضح بمنتهى الوضوح انه يعني الانبا يوسف قال صراحه انه ما فيش اي، هي مجرد انه كنائس عشان تتعامل مع الجاليه الامريكيه اللي موجوده وتتحدث باللغه الانجليزيه، لكن نفس الطقس هو هو، نفس الصلوات هي هي. وانا بقول ان احنا عندنا هنا في لوس انجلوس 3 أو 4 كنائس بهذا الشكل، كل الصلوات فيها باللغه الانجليزيه للجيل الثاني والثالث من المسيحيين، وكثير منهم من الاباط، كثير منهم متزوجين من امريكان واولادهم بيكلموا الامريكيه بس الانجليزيه. فلذلك كل الطقوس لكنها كنيسه قبطيه تتبع للكنيسه الام ولا تنفصل عنها. انا هقول لحضرتك حاجه يا دكتور محفوظ بعد اذن حضرتك في دقيقه واحده في عجاله. اتفضل. في عجاله بسيطه، الاخوه الامريكان لما كانوا انضموا لينا ما تتصورش مدى الانتشار اللي بيعملوه لكنيستنا القبطيه وسط المجتمع الامريكي. ده صحيح. يعني بيجوا بانبهار شديد. يعني انا شفت منهم واقفين في الكنيسه وهم بيصلوا بيبكوا. سيدنا عاوز يقدم لهم الطقس القبطي كله، العقيده كلها، كله بس بلغتهم. فيعني عشان يقبلوهم كنيسه باسم الكنيسه القبطيه، ليس هذا انقساما، هذا امتدادا، هذا انتشارا للكنيسه القبطيه، هذا تقوية للكنيسة القبطية، هذا دعم للكنيسة القبطية، ده نوع من البركة الشديدة.
وبعدين حضرتك عارف ان دول ناس امريكان واخدين حتى يعني ما بنلجاش العالم ولا وسائط العالم، لكن دولت في المجتمع الامريكي ليهم انتشار، فاحنا يعني دولت اولادنا واصبحوا من نسيج المجتمع القبطي، نحافظ عليهم ونقدم لهم الكنيسه، مش نقول لهم مع السلامه روحوا شوفوا كنائسكم، عاوزين نحافظ عليهم ونسترجعهم بالدول الكنيسه. يا اتس ابونا افرايم ميخائيل اشكر اتسك شكرا جزيلا، ونصلي طبعا ان ربنا يعني قوي الكنيسه ويقف على رجليها دايما. شكرا سابونا، الله يبارك فيك ويفرح قلبك يا دكتور محمود، اشكرك حبيبي، شكرا يا استاذ سابونا.